أهلا بكم في فيديو جديد من موسوعة العربية الشاملة. اليوم رح نتعرف عن أعراض التهاب المرارة، تابعوا معنا. أولا، أعراض التهاب المرارة لا حصوي. يعود السبب وراء الإصابة به للتعرض لإصابة خطيرة كالإصابة بتسمم في الدم، سوء التغذية، مرض الإيدز أو تلف المرارة خلال إجراء عملية جراحية كبيرة. الأعراض: ارتفاع في درجة حرارة الجسم، غثيان والرغبة في القيء، كثرة التعرق، ملاحظة تغير لون الجلد للون الأصفر وانتفاخات في البطن. أعراض التهاب المرارة الحصوي: يحدث نتيجة انسداد القناة الكيسية بحصوات صفراوية تمنع مرور العصارة الصفراوية للأمعاء. الأعراض: الشعور بألم شديد في الجانب العلوي للبطن جهة اليمين يستمر لعدة ساعات، انتقال الألم يصل إلى الكتف العلوي أو منطقة الظهر، ارتفاع في درجة حرارة الجسم والإحساس بالغثيان. مخاطر التهاب المرارة: الإصابة بالجرجرينا، تعرض المرارة لحدوث ثقب ناتج عن إصابتها بالجرجرينا، احتمالية الإصابة بمرار معوي، التعرض للانسداد في الأمعاء نتيجة الإصابة بحصوات، والإصابة بالتهاب المرارة. علاج التهاب المرارة بالأعشاب: تناول عصير مكون من جزر، خيار، شمندر لتمتعهم بمجموعة من العناصر التي ترفع كفاءة عمل المرارة. تناول عصير الليمون لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي الذي يساهم في تفتيت الكوليسترول المتسبب بتكون الحصوات. ولمعرفة المزيد تابعونا على موسوعة.com. دمتم بعافية وخير، انتظروا منا المزيد على موسوعة.com. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير الفيديو، وأيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام، فيسبوك وتويتر.